طيب هلا شباب نكمل في الجزء اللي هو عن الترادف وتعدد المعاني باللغة. زي ما حكينا انه بيكون عندنا مثلث المعنى اللي بنسميه سيمبول كونسبت و الشيء اللي موجود بالواقع اللي بنسميه ثينج. هلا الكونسبت بيكون في راسنا، كلش موجود الكونسبت في مكان ما، مش ممكن اطلاقا. الكونسبت يعني الكونسبت ايش هو؟ هو فكره، مظبوط؟ هلا فاحنا ممكن نستعمل السيمبل، قلنا السيمبل عباره عن يا كلمه مكتوبه يا صوت يا اشاره، فبنسميها سيمبل. ليش بنسميها شوير؟ لان قد ان ما نحكيها او نكتبها حتى بغض النظر. على هذا المؤشر احنا عشان ندرس شو هي البوليسم، البوليسم اللي هي بالعربي تعدد المعاني. قد يكون، وهذا تطور اللغه، كيف اللغه تتطور، قد ان احنا نستعمل الكلمه الواحده بنفس الصوت يعني نفس السيمبل لايش؟ عشان منشير فيه لاكثر من معنى. زي مثلا قلنا تيبل قد تعني بيس اوف فرنتشر وقد تعني داتا ستراكشر. انا بعطيني امثله ثانيه. الجدول. الجدول شو معناته؟ ماهر صغير او مصفوفه بيانات. بنك. بنك. بنك بتعني ضفه وبتعني مؤسسه ماليه. انا بعطيني كمان. يلا يلا كل واحد يفكر له في المثال بالعربي. ساعة. ممكن. شو بتعني الساعة؟ ساعة اليد أو ساعة بتعني ساعة اليد؟ شجرة أو ساعة اليد اللي على إيدنا أو ساعة كزمان أو أو الساعة اللي هي القيامة أو شو كمان؟ جامعة. شو معنى الجامعة؟ قد تعني مجموعة من الناس أو قد تعني إنها لامة يعني بالمعنى جامعة أو الجامعة كمؤسسة أو ففي اللغة الناس هيك بتساوي، وهي لا تدري أو هي تدري تطلق نفس السيمبل على أكثر من دلالة، أكثر من فكرة في راسها. هلا قد يكون هذول الاثنين، على فكرة قد تسمعوا من واحد تخصصه لغة عربية أو لغات انه او عادة هاي بيكون لها علاقة مع هاي، يعني انه لما نقول جوال، لما قلنا جوال على الموبايل كان قصدنا ايش؟ جهاز، بس استعملنا الكلمة للدلالة، يعني استعملنا الكلمة اللي هي بتعني المتنقل، يعني الشخص المتنقل الرحال يعني. فاستعملنا الكلمة وكان يمكن كان في بين المفهومين هذولا شيء مشترك، بس اللي بقول لكم اياه انه مش دائما ومش بالضروره. قد مرات نطق الكلمه المشترك فيش مشترك دلالي بينهم، يعني معنيين الكلمه تشير لمعنيين، فيش مشترك بالمعنى بينهم. قد يكون مرات مشترك بالموسيقى، يعني ايش؟ يعني احنا مرات نطلق كلمات على مفاهيم لانه بيعجبنا الجرس الموسيقى تبعها. او اعجبني انا، بجوز ما اعجبكم مش انتم. فاللغه بتتطور بطريقه اعتقد انها يعني عشوائيه، او حتى لو كان فيها مرات انماط، بس هي بالاخر طريقه عشوائيه. هلا فالبوليسيمي قلنا هي is the capacity، يعني امكانيه، of a lexical unit to refer to multiple meanings أو concepts. These meanings can be related or different. البوليسيمي هي شو سببها قلنا؟ هو تطور اللغة. دائما لو أنا على فكرة هلا بخليكم تخترعوا كلمة. شو هذا؟ بالعربي. شو مجازر متحكم يعني
هذا الماضي يعني مزيج بين وليش كل ريموت لانه هيك بالانجليزي بالعربي سماعه متحكم جهاز تحكم عن بعد او جهاز تحكم عن بعد طيب هلا المتحكم ندرس انه كيف هو طوال الانسان معه بالسنين اول ما يطلع شيء جديد سماه متحكم طيب والمتحكم بمرته مش متحكم واللي متحكم بجوزها كمان إذا استعملت أنت كلمة إلها دلالة استعملتها لإشي ثاني لو سميته جهاز تحكم عن بعد برضو في أشياء ثانية ذات معنى فيعني طوالة صارت البوليسمة في البوليسمة لاحظوا كيف إنه في تطور دائم أو خلينا نقول في نقاش إمبليسيت هذا ضمني بالمجتمع دائم نقاش دائم لإيش؟ لاختراع كلمات جديدة للمعاني اللي بدنا إحنا نحكي فيها. بعدين؟ طيب في ملاحظة كريستيانا فيلباوم بتقولها إنه the most frequent word forms are the most polysemous. أكثر يعني لو جينا إحنا كلنا في اللغة العربية شيء أكثر الكلمات استعمالاً بغض النظر عن معاني لو جبنا ليست فيهم نلقاهم هم أكثر الكلمات إلهم معاني مختلفة يعني كل كلمة فيهم لها معاني مختلفة على فكرة شو يعني لما نقول كلمة لها معنى أو معنيين أو ثلاث أو 24 صح يعني قد يقول الكلمة الواحدة إلها بتأدي الكلمة الواحد يسيبه الواحد إله مثلاً 20 معنى متفقين معي؟ صحيح طيب في كلمة لها معنى واحد أنا بعطيني مثال القرآن طيب شو كمان؟ أكسجين كرسي مثلا؟ لا كرسي لا طيب على فكرة تلكوا هذول معظم الكلمات تكون سيناتيك يعني تكون محددة في دومين معين جدا معظمها هلا يعني إن جيت تفكر هون النقطة اللي بقول إن جيت تفكر في كلمة شائعة ما بتلكاش ليه؟ لأنه أكثر الكلمات استعمالا هم اللي أكثر لهم تعدد معاني لهم معاني كثير هاي الظاهرة ملاحظينها؟ لأنه زدنا استعمالا بعدين طيب هاي هي البوليسمي في حدا عنده سؤال؟ نيجي للسينونيم شو السينونيمي؟ شو الترادف؟ وهون في اشكالية في الترادف في اشكالية لأنه لو سألته أي واحد متخصص باللغة مش هتوصل معاه بنتيجة لشو يعني مترادفة يعني في ناس بيقول لا يوجد مترادفة باللغة يعني في بضل اختلاف بسيط بضل اختلاف بسيط لا هلا بصراحة بعطيكم أنا هاي النظرة للترادف وتشوفوا هل فعلا بتحل الإشكالية لإلكم ولا لا يعني أنا بعطيهم مترادفتين بالمناسبة عشان بس نفهموا بعض مترادفات نفس المعنى ولا عكسها؟ أنا بس لا مترادفات يعني نفس المعنى نفس المعنى كلمتين إذا نفس المعنى زي مثلا سيف وحساب سيف وحساب أسد وليف أسد وليف وغضنفر وورد وسبع و كزر هل هذول مترادفان؟ شو هم المترادفات؟ كلمات؟ معاني معاني مترادفين؟ خلينا نفهم شو يعني الترادف الترادف أول شيء إنه different lexical units and different words denoting the same concept exactly the same meaning هل يعني ايش؟ two lexical units are said to be synonymous نسمي كلمتين مترادفات اذا استعملوا اذا وجدت اقول لكم شو الترادف اذا وجدت اي يعني طلعت على عندك جمله اخذت كلمه منها وحطيت كلمه مطرحها وقرات الجمله كمان إذا كان أنا ما ليش علاقة بالجمل الأخرى أنا بحكي عن هاي الجملة جملة هاي context in a certain context يعني in a certain sentence في سياق معين
إلى أدت نفس المعنى لا أكثر ولا أقل. بيكونوا هذول الكلمتين مالهم مترادفة في هذا السياق. فيش إشي اسمه مترادفة هيك. في إشي اسمه مترادفة في سياق معين. سياق معين يعني في معنى معين. يعني ما في مترادفات بشكل عام. فيش إشي اسمه شو مترادفات بشكل عام. من هاي الكلمة غلط أنا بنسميها. هلا بالتالي different lexical units لازم يكونوا كلمتين مختلفات. Denoting the same context, the same concept, and same meaning in a certain context. هلا قد يكون عندنا كلمة A وكلمة B. كلمة A لها خمس معاني. كلمة A لها خمس معاني. وكلمة B لها أربع معاني. أربعة. اختفاء كل واحد يتكلم. ولكن في جملة معينة أو في سياق معين تيجي هاي الكلمة A مع أحد معانيها مع أحد معاني B بزبط. منسمي هذول الكلمتين A و B إيش؟ مترادفات في سياق في هذا السياق. فخلص أو في هذا المعنى. هلا مش شرط إنهم يكونوا البقية لـ A و لـ B المعاني مالهم مترادفة. هلا احنا شو المترادف هون؟ معاني مترادفة، معاني لا تترادف، معاني في مخلص. نقول نفس المعنى يعني. احنا نحكي على الكلمتين. الكلمتين مش المعاني ترادفات. الكلمتين ترادفين يعني. يعني عندي انا هاي مثال. هاي مثال. عندي انا تيبل وعندنا تابيولات عليه. صح؟ هاي وهاي إلهم بالضبط نفس المعنى. طبعاً وين؟ نفس المعنى سوري معنى معين بس هو نفسه. يعني هذا ما بترادف. أنا اللي بترادف؟ طبعاً تيبل برضو وتيجي نسميها المسة. مسة شو هي؟ المسة شايفين هاي الجبال؟ هاي الصورة من أستراليا. شايفين هذا الجبال؟ إذا كان له قمته جاي مستوية هيك وزواياه حادة يعني flat tabled land with steep edges يعني إنها سطحه flat هذا الجبل وجاي عليه وجاي له إيش جوانبه حادة هذا بنسميه بالإنجليزي بنسميه إيش هذا مسا أو بنسميه تابل. فالتابل هون أجا له ثلاث معاني. معنى تيبل اللي هو كم الجبل وتيبل كطاولة كفيرنيتشر وتيبل كمصفوفة بيانات ولكن هذول وقد يكون للمسة معاني أخرى ما لنا علاقة فيها بس إنه هاي ترادفوا مع بعضها. شفتوا كيف ترادف؟ هلا بالتالي هل سؤال دائما اللي بخربش فيه سبب الخربش في المترادفات انه دائما في معنى بيختلف. بقول لك شو هو انه في عندنا كلمه لها خمس معاني وكلمه لها اربع معاني A و B. قد يكون لما نيجي نقول سوري خليني اسال سؤال اوكي كلمه لها اربع معاني وكلمه لها اربع معاني هل ممكن نوجد كلمة الأربع معاني يتطابقوا مع الأربع معاني؟ جزء قليل أو جزء فش بالضبط يا قليل جدا 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 يا ما فيش هذا مختوش على بعض ما بنعرفش. فهان ست مرات نقول هم جزء يشتركوا بثلاث بس هاي لها معنى وهاي لها معنى صح؟ فهاي معنى هاي الصعوبة مرات إن لما نقول أوه فيش كلمتين مترادفات قصدنا نقول انه انه مش ممكن كل معاني المختلفه في السياقات المختلفه انهم كل معاني الكلمه هاي والكلمه هاي طبق لاحظين هل synonyms شو سبب synonyms شو يعني السبب انه احنا نطلع انه كلمتين لنفس المعنى بالضبط شو سبب كنا البروسيس شو سببها
تطور اللغة، صح؟ الاستعمال السريع، يعني لازم نولد كلمة. طب شو سبب السينونيمي؟ ممكن أغراض أدبية، يعني شعراء أو اختلاف ثقافي، اختلاف الناس أو اختلاف نسميها البراليليوز. هلا أعطيكم مثال. أول ما طلع نسميها بالإنجليزي الموبايل، أول ما طلع شو كان اسمه عندنا هون إحنا؟ بيلفون. كنا نسميه بيلفون، هي كلمة عبرية على اسم الجدول. موبايل؟ لا، خلوي. خلوي السوريين واللبنانيين. طيب هلا بعدين، يعني هلا اسمه باللغة العربية ايش هذا؟ آيفون. جوال اسمه نقال، نقال او جوال. في ناس بسموه نقال، في ناس بسموه جوال، في ناس بسموه ولا زال بسموه الخليوي. ففي اكثر من كلمة، مزبوط؟ اكثر من كلمة ترى نفس الشيء، هذول كلهم مترادفات، صح؟ لنفس المعنى. اذا مرات يعني اكبر سبب للسينونيمي، مش فقط هو هذا السبب، بس اكبر سبب انه اثنين منطقتين مختلفتين او في سياقين مختلفين بيخترعوا او بيستعملوا كلمه مختلفه لنفس المعنى، بعدين بيكتشفوا بعض، بعدين صارت هاي شائعه وهاي شائعه، مزبوط؟ فبنصير نسميها سينونيمي مترادفه. زي مثلا المزقان المكيف ويش يكون مسكن، تروح على الأرض وتكون مسكن، شو مسكن؟ عبرية، ما هي بس إحنا نرجعين مسكن. لا هذا عندك أنت. طيب ففي بعض اللغويون اللغويين بيقول إنه فيش سينونيمي أو ما فيش معنى، فيش معنى 100% نفسه. لا، في يعني اي 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 كلمتين بتقدر تحطهم في جمله، تستبدل كلمه مع مطرح كلمه وتؤدي نفس المعنى، هم بالاخر سينونيمز. طبعا بتحفظ على نقطه بجوز بتفهمش علي بس عشان التسجيل، الا اذا كانت واحد سوبر تايب من الثاني، بس هاي قصه اخرى. طيب في حد عنده اي سؤال على هذا الكلام؟